ليكي ابو وليد بدك تدبر لي اليوم من تحت تقطيق الارض. انا قول لشقاهتك ما عادش تنشرب. وحيات وليد بايك عم بحلف فيها، وحيات وليد بايك يقبروني سقينه. بتجيب لي شيء اليوم راح اجيب اغراضي كله من محل تاني. تفضل. ولك يا عمي حاجه تشرعني عم قل لك في منه وطعمته بتجنن. تفضل. وكي عمي شو إلك معي؟ انا حره، بدي اتصبح بقهوه غير شكل وبدي اتعصرن بقهوه غير شكل. ابو وليد اليوم بدي اياه للغرض، شوف هامت. طه تنشوف. بدك ما اقواها يا قطيعه. شو بكي اسك شفيقه؟ صارك ساعه بتشرعي للزلمه، شو بها قهوته؟ يا خي منيحه مش بطاله، بس انا سمعت في قهوه اطيب منها بكتير وبتلبق لنا اكثر. بتلبق لنا؟ ايه. ولك لو ما الجنرال قال عنا انا ما كانش لي علم ما في منا بالسوق هالقهوه. اسا الجنرال قال عن القهوه؟ ولك ايه. تفضلوا. بك شي كشفيقه؟ لا حبني شي، مش الجنرال قال عن وليد بايك بن زياد. ولك انا مأكده انه هيدا اطيب بن على الكره الارضيه.